Terus? يلا البريفنشن مفيش مشكلة، جنرال بريفنشن فيهم نفس الكلام، كلهم دروبليت ما عنديش أي مشكلة خالص. طيب سبيسيفيك، فاكسين وكيمو ولا فاكسين وزيرو؟ كيمو. ليه كيمو؟ عشان بكتيريا. خلاص يبقى أنتوا كلكم قلتوا فاكسين وكيمو عشان بكتيريا، يبقى كلهم فاكسين زائد كيمو بروفلاكسس عشان بكتيريا، فاكسين زائد كيمو بروفلاكسس عشان بكتيريا، فاكسين زائد كيمو بروفلاكسس عشان بكتيريا. وكان الفاكسين هنا عاوط عليه كويشن مارك لانه اندر ترايل، لسه اندر ترايل. خلاص طب نمسك الفاكسين بتاع المنجايتس، انا مش هقول غير النيتشر والانديكيشن بس، وانتوا هتكتبوا ال 11 نقطه او ال 10 نقط من السكرين تاني عندنا. وات از ذا نيتشر اوف فاكسين اوف المنجايتس؟ بولي ساكارايد، قلتها امبارح وشرحتها. لقينا حاجه لطيفه ان الكبسولار بولي ساكارايد اوف المنجايتس منجوكوكال هي اللي بتمثل الانتيجينيك ستراكشر بتاعت المنجيس، بتاعت المنجايتس، بتاعت الباسيلاي. بدل ما تاخد البكتيريا كلها وتضعفها واحتمال تعمل لك مننجايتس، ريح دماغك مقص وقطع البولي ساكارايد بس وحقنه جوه جسمك. اللي هي الغطا القلم اللي شفته. بس ده اللي سهل لك الموضوع. بحضره من ايه بقى يا شباب؟ الاربعه اللي جينا نحضر منهم الفاكسين بسبب ان الباقي اسبور انتيجينستي هم الاي والسي والدبليو والواي. طبعا الدبليو كانت 135. فانا عندي ثلاثة فاكسين افيلبل للمنجايتس، دول أربعة اللي قدرت أحضر منهم الفاكسين. الـ ACWI وعندي الـ A والـ C بس وعندي الـ A بس. إيه الفرق بين الثلاثة فاكسين؟ الـ A بس بتاخد في الأطفال تحت سن من ثلاث أو من سن ثلاث شهور إلى سن 2 years. بتاخد 2 دوزز، غالباً أي 2 دوزز بينهم 1 month في الطفل. دكتور هنديه ليه من سن 3 شهور هو كده بيكون عنده ايه؟ ليه؟ انت وجهه نظرك ليه؟ طب ما كده زمان الجنرال مع بعض، انت ليه بدأ الفاكسين من 2 و4 و6؟ ليه؟ ليه بدأ الفاكسين زمان؟ يعني اشمعنى ما اعترضتش على الدي بي تي والهيباتيتس بي والاتش اي بي اللي بدأوا 2 4 6؟ لان خلي بالك ده مش لايف اتنميتد، فده محتاج يتاخد جرعتين صح ولا غلط؟ واحيانا ثلاث جرعات. فانا بعمل ايه؟ قبل ما تخلص الماتيرنال انتي بارز بديه جرعه واثنين وثلاثه. الحاجات اللي مش لايف اتنويتد. على اساس على ما تشتغل بتاخد وقت على ما تشتغل، مش زي اللايف اتنويتد. تكون الماتيرنال انتي بارز خلصت. لكن حاجات اللايف اتنويتد انا مش قلقان منها. بالعكس كنت بستنى لغايه سنه. لان هي جرعه واحده زي الام ام ار. زي الفيرسيل بتاع النهارده. اوكي؟ طب ليه بس اللي بديه في السنه ده؟ لقينا حاجه. المننجوكوكاي اللي هي النيسيريا ما بتجيش في الاطفال. بتيجي غالبا بعد سن سنتين. ولو هتيجي قبل سن سنتين لقوا ان الوحيده اللي بتيجي في الاطفال هو السترين اي بس. بيني وبينكم اقول لكم على حاجه، بيني وبينكم الكلام ده، واللي بيسبب المنجاس في الاطفال مش النيسيريا خالص. حاجه اسمها هيموفيزيس اللي عندها تايب. فعشان كده حتى دي مش كومن، يعني انا بيرسونلي ما اتعاملش فيها حد خالص بالسترين اي دي خالص، انا بيرسونلي ما استخدمتهوش. لان ده مش كومن، الكومن في الاطفال هي الهيموفيزيس اللي عندها تايب كوز اوف منجايتس في الاطفال. ولكن لو هتدي من نيسيريا حاجه ادي الاي بس في الاطفال احسن. بعد سنتين الطفل يبقى عرضه للاي والسي والدبليو والواي. طب ايه الفرق بين الاي سي والاي سي دبليو واي؟ الكتاب هيجي يقول لك دول كانوا بتاخدوا كومبالسري كان سن كام سنه؟ كان بتاخدوا سن كام سنه؟ المنجايتس كل ايجز هاي على 6 سنين 6 9 12 15. تفهم من كده ايه؟ ان الفاكسين بيشتغل كام سنه؟ ثلاث سنين. فحب اديه لغايه ما يخلص المدرسه. طب ليه بداته من اول مدرسه؟ عشان دي اول زحمه بقى، ما المنجايتس بكتيريا ضعيفه، ما بتجيش الا في الاماكن الزحمه، واول مكان زحمه تقعده في حياتك المدرسه. على فكره زمان احنا النهارده، عارف انا النهارده بحب اديه من سن كام؟ عارف انا بقول للام بتعرف بنعمل المنجايتس من سن كام؟ هو از ريدي كاتش الانفكشن بعد كام سنه؟ سنتين. بقول لها اول ما يبدا يخش حضانه. في ناس تخش حضانه عند سن كام؟ سنتين، ثلاثة، أربعة، وات ايفر. أول ما يبدأ يخش حضانة أنت عامل أول برنجاتس. تقعد معاه كام سنة؟ وبعدين تاخديه كل كام سنة؟ كل ثلاث سنين. بعد ما خلص المدرسة. ده المفروض. أوكي؟ ده المفروض أبدأ. طب إيه الفرق بين بي سي دبليو أي وبي سي؟ ده في أربع سنين وده في تو سترينز، صح ولا غلط؟ حسب الإيه؟ السترينز اللي موجودة عندك في البلد. لو أنت في بلد طبعا التكلفة ده ربع تكلفة الدبليو.
دكتور مش فرق 20 جنيه، انا شكله فرق 20 جنيه، الفرق فرق ايه على ملايين الناس، فالارقام تفرق كتير قوي. فلذلك لو انت في بلد دي بس اللي عندك الاسترينز ايزي، احنا في مصر بيرسي عندنا لغايه وقت قريب كليسي هم المستقم، لكن دلوقتي بدات توصل ال دبليو واي، عشان كده بدي الاي سي دبليو واي دلوقتي. طيب لو واحد مسافر بره يطعم مين؟ الحجاج يطعم مين؟ خلاص يبقى الانديكيشن بتاع الفاكسين واحد يكون مصري، اثنين اترسك. مين اترسك؟ طلبة المدارس. الاترسك لا ما طلبة المدارس لكن يكون مصري. الاترسك اللي هم ايه؟ الناس اللي وضعوا الاماكن زحمه زي الميليتري، الناس اللي بتحارب. عساكر في الجيش لازم يتعاملوا من انجايتس، واحنا في الجيش كنا بنتعامل من انجايتس، لانك انت قاعد 50 عسكري في عنبر واحد في الاماكن زحمه، او الحجاج الحج والعمره، لدرجه ان السعوديه بقى لها سنين طويله ما بتديش فيزا حجة او عمره الا لما تكون الاول متطعم بالمنجلس، لانك انت في اماكن اكتر مكان زحمه في حياتك هتقعد له فين؟ في الحجه وفي العمره. صح؟ يبقى في الحجه وفي العمره. يبقى دي اتريس مش محتاجين ياخدوا منجلس. سهل الفاكسين عندنا؟ الكيم بروفلاكس بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ فالماسين. كان بيتاخد 600 ملي جرام كل 12 ساعه لمدة يوم. العلبة فيها أربعة أقراص. العلبة فيها كم قرص؟ أربعة. الصبح وبالليل، الصبح وبالليل. مين اللي كان محتاج ياخد الكيم بروفلاكسس؟ كونتر انديكيشن فاكسين. فور اكسبكتد اكسبوجر. خلاص؟ ده الكيم بروفلاكسس. ست كوكاي. الفاكسين بتاعها الكتاب كتب كلمتين أندر ترايل. معلش اي حاجه في الفاكسين. واللي مخليه اندر ترايل هو ايه؟ كيمو بروفلاكسس. قد ايه كيمو بروفلاكسس؟ لونج اكتنج. مش ده اللي كان اسمه بنزاسين بنسلين اللي كان بيتاخد مليون و200 الف انترناشونال يونت، والاطفال كانوا بياخدوا نص الجرعه 600 الف. فاكرين الجرعه دي؟ كان بيتاخد افري 2 ويكس في الوينتر، وإيفري 3 ويكس في السمر، كان بتاخد اتليست فور 5 ييرز. تاني كان اسمه بنزاسين بنسلين كان بتاخد مليون و200 الف، والاطفال بياخدوا نص الجرعه 600 الف، كان بتاخد كل اسبوعين في الشتاء وكل ثلاث اسابيع في الصيف، بياخد الدكتور بيحدده اتليست 5 ييرز. انا كنت بدي الجرعه دي ليه؟ لو خايف من روماتيك. خلاص طبعا لو في بنسلين الرجي بياخد الدواء بتاعه التاني اسمه ايه؟ ريتسوماكس. تي بي اسم الفاكسين بتاعه ايه؟ بي سي جي. بي سي جي مش ده اللي على فكره البي سي جي ده الوحيد في المنهج اللي كان بيتاخد 0.1 ملي انتراديرمال، كان بيتاخد في الكتف الشمال، وكان بعد اسبوعين بتلاقي تظهر البابيون. انت وانت بتطعمه بتلاقي البابيون باين قدامك بابيون، يعني انت عشان تعرف انك انت بتطعم صح ولا غلط، وانت بتطعم انت دورمال بسم الانسولين بتطلع اليفيشن قدامك، بتعمل زي بابيول فيزيكال الباستيول، تعمل كراست تقع تسيب سكار، تطلع اربع خمس اسابيع لغايه لما تسيب بيرمنت سكار. مش معنى عندك بيرمنت سكار عندك فاكسين، مش معنى انك انت ما عندكش سكار انك انت مش بتطعم. الحاله دي تحكم بالتيوبرتين تيست مش بسكار. اوكي؟ لكن سكار بتطلع في 80% من الحالات عندنا. مين اللي محتاج يطعم ده؟ النيتشر بتاعته طبعا لايف اتنويتد. لايف اتنويتد فاكسين. مين اللي محتاج يطعم؟ كومبنسالتوري. ده كومبنسالتوري. امتى؟ ات بيرث. كان بيتاخد مع البي سي جي مع الاو بي في. فاكرين؟ وكان بيتاخد الاترسك. مين الاترسك؟ فاكرين الثلاثة جروبس اللي كانوا عمدة للتي بي؟ اللي هم الدكاترة والفارمرز والتليكوفيس. بس عشان تطعمهم ببي سي جي الفاكسين الوحيد في الطب اللي لازم يتعمل قبليه تيست اسمه تيوبرتين تيست. نيفر ايفر في حياتك تطعم بي سي جي لعين تيوبرتين بوزيتيف. ليه؟ لأن هو اوريدي عنده اصلا طعم. وايه المشكلة؟ وايه المشكلة؟ ايه المشكلة عين تيوبرتين بوزيتيف وطعمته بي سي جي؟ لا هتعمل له فلير قبل ليتد فوكس لو كانت عنده، انت مش واخد بالك. ليه؟ خلي بالك من حاجة، ده هايبر سنسيفتي رياكشن،
مشكله الهايبر سنسيتيفيتي كانت في السكند اكسبوجر مش في الفيرست اكسبوجر. فممكن عيان يكون جاله اول اكسبوجر وعدى وساكت ومش حاسس بحاجه يقعد سنين ساكت. لما انت تدخله بس اللايف كانت لايف اتنويتد البكتيريا عايشه انت اللي بتعمل له الايه السكند اكسبوجر. لذلك البي سي جي از كونترا انديكيتد في التوبيركلين بوزيتيف. خلي بالكم يجي لك عيان في العياده يقول لك يا دكتور انا مش فاكر الطعام ده من مره قبل كده ولا لا. اقول له ايه حصل خير طعم معاك فلوس طعم انا مش فاكر طعمته في الجلسه قبل كده بقى سنه ولا سنتين ولا ثلاثه طعم حصل خير طعم ان البي سي جي لازم اقول له التوبيركلين تيست. عشان كده من ضمن الكونترا انديكيشن اوف تي بي هو ايه؟ هتقولي الكونترا انديكيشن العاديه بتاعت الفيفر مصر جيت عشان لايف اتنويتد هتزود واحده ثالثه اللي هي ايه؟ تيبرتين بوستر كيسز. خلي بالك تيبرتين بوستر كيسز ممنوع تقدمه بالبي سي جي عندك. لذلك الاتريسك هتقولي افتر تيبرتين بوستر خلاص؟ ده الكيمو بروفلاكسز عندك دكتور ده هيحصل له تلاقي ابجريد للبي سي جي تاني. السكند اكسبوجر للانيوتي انت اول اكسبوجر في الهايبر سنسيتي الجسم ما بيسكتش ما بيعملش حاجه مش كده في السكند اكسبوجر. هو ممكن يبقى متطعم على فكره ممكن على فكره العيان ممكن يبقى واخد تطعيمه وانت تديله تطعيم تاني ما تضرش ممكن بوسيبل بس في ريسك انك انت ايه؟ انت اللي هتعمل له فيرا انت اللي هتعمل. طيب الكيمو ريفلكس ده بتاعنا اسمه ايه؟ يلا يا جماعه نقول هاي ام اتش هاي جينيتريك اسيد هايدرازايد بتاخد 10 مللي مللي جرام بير كي جي بير ويك بير داي. مين اللي محتاج ياخد اي ام اتش؟ اللي فهم الرسم الاولي بعد ديزيز او بوزيتيف او لسه 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 نيجاتيف تيوبيكلين تيست ريسنتلي متطعم لمده 3 شهور لغايه ما التطعيم بيشتغل او اللي عنده بوزيتيف ايه؟ اللي هو بوزيتيف تيوبيكلين بس عنده تشيست ونيجاتيف اكس راي. يعني عنده بوزيتيف تيوبيكلين نيجاتيف اكس راي. يعني حد مع الرسم اللي كنت رسم الرسم شويه كان حد اللي قالها عيان بوزيتيف تيوبيكلين ونيجاتيف اكس راي معناها ايه؟ هو ات ريسك. يعني ايه ات ريسك؟ يعني عيان عملت له تيوبيكلين تيست طلع بوزيتيف فمش قادر اديله فاكسين خلاص؟ وفي نفس الوقت الاكس راي بتاعته كلير ما عندوش حاجه. اصل الاكس راي لو بتاعته بوزيتيف ده فيه من بقى مش قصتي خالص ده مش كيمو ثيرابي مش كيمو بروفلاكس ده كيمو ثيرابي. لكن بتكلم ان واحد تشيس اكس راي بتاعته كلير يعني احتمال يا اما يكون متطعم احتمال يكون ليتن فوكس ما اعرفش يبقى اديله اي اتش يبقى دول التو انديكيشنز اللي عندك. كفايه عليكم النهارده. انا حسيت كده خلصتوا مني النهارده معلش. اي نو ان انا بدي جرعات اكبر انا عارف انا كنت مش هضرب لي زمان في 4 حصص او 3 حصص ونص اكسترا انا فاضل حتى من دروب لي 15 فاضطر ابدا بيها برضه نوع الحد اللي هي الحاجات الصغيره بقى من دروب اللي هي زي حته رومانيك فيفر سكالر فيفر ايجن فلو سواين فلو يعني حاجات صغيره هقولها في الكتاب المره الجايه لكن من المارك بتاعنا خلص اوكي. طب سوري قبل ما سوري اسف ده البريفيشن كنترول فيه مشكله بالنسبه لكم؟ ها كنترول ده كيس ولا كونتاكت ولا كارير؟ انت كيس كونتاكت كارير ما انت عندك كارير ستيل وهنا كيس كونتاكت كارير وهنا كيس وكونتاكت وانيمال وانيمال فهمتوها؟ خلاص يعني كده خلاص المين فريم